تواصل وزاره الداخليه حملاتها اليوميه لمتابعه اسعار السلع الاستراتيجيه وضبط قضايا حجب السلع والبيع باسعار ازيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزاره الداخليه خلال 24 ساعه من ضبط 343 قضيه تموينيه بمضبوطات بلغت اكثر من 34 طن مواد غذائيه. وفي مجال حجب السلع الاستراتيجيه تم ضبط قرابه خمسه اطنان سلع غذائيه. كما تم ضبط 12 طنا في مجال الاستيلاء على السلع المدعومه وضبط اكثر من 17 طنا في مجال عدم الاعلان عن الاسعار بقصد البيع بازيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه اما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 430 قضيه من بينها 144 قضيه خبز ناقص الوزن و114 و قضيه خبز غير مطابق للمواصفات